بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي تلاميذ الصف السادس الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم بهذا اليوم ودرس جديد من دروس الصف السادس، وهو درس من القرآن الكريم اللي راح يكون اليوم درسنا عن سورة الشمس. طبعا هذا آخر فصل من فصول الكتاب، وإن شاء الله نخلصه سوية على خير وتفهمون المادة اللي موجودة بها. حاليا اللي موجود عندنا سورة الشمس، راح نستمع إلى القارئ بكلماته بشكل واضح، وأريد تنتبهون على لفظ الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها. صدق الله العلي العظيم. طبعا بعد ما استمعنا إلى السورة، اللي أريد من عندكم أنه تكررون الاستماع في سبيل أنه تحفظون السورة بشكل صحيح ومضبوط، ما بي أي خطأ. انتبهوا على الحركات، انتبهوا على اللفظ، تطبيق الأحكام التلاوة لخص الشمس والقمر عفوا، لأن أكثر الكلمات هنا موجودة كلمات معرفة بأل، فراح نلفظ الحكم بشكل صحيح من كلمات الإظهار القمري أو الإدغام الشمسي. راح أقدم لكم شرح بسيط عن كيفية حفظ هذه الآيات بشكل سهل، تابعوني وياكم. أعزائي التلاميذ، تابعوا وياي طريقة مبسطة، يعني شرح بسيط للحفظ، يعني حتى لا تخربطون بتقديم الليل على النهار أو الشمس على القمر. شلون راح تحفظوها بشكل بسيط بالتسلسل؟ مثل ما معروف أنه إحنا بالنهار، أو يعني كيوم اليوم العادي يبدي بالنهار بعدين الليل، ويعني الشمس من تغرب يجي بعدها القمر. زين، هذا المخطط البسيط، شيء بسيط يعني سويته لتقريب الصورة لكم أكثر وأوضح. راح نبديها كبداية، كل كلمة وقدامها معناها في سبيل أنه تحفظوها وتكون واضحة عندكم. أول ما نبدي، الشمس وضحاها، معنى ضحاها اللي هي أول النهار، يعني فترة الضحى اللي هي بداية الصبح. اللي بعدها ورا الشمس من يجي؟ قمر. والقمر إذا تلاها، معنى تلاها تابعها، يعني اللي بعدها. بعدين يقسم بمن؟ بالنهار إذا جلاها، المعنى جلاها أظهرها، يعني من بعد الظلام بمن يظهر النهار؟ بالشمس. والليل إذا يخشاها، أي يغطي ضوءها. إذن شمس وقمر، نهار وليل، انتبهوا، شمس قمر نهار ليل. بعدين نرجع نصعد لوين؟ نصعد للسماء. شو نقول؟ والسماء وما بناها، يعني رفعها، رفع السماء. يرجع ينزل لوين؟ ينزل للأرض. والأرض وما طحها، شنو يعني طحها؟ يعني بسطها، يعني جعلها منبسطة. زين، من اللي موجود على الكرة الأرضية؟ الإنسان. ونفس وما سواها، يعني خلق الإنسان.
لما خلق الإنسان شنو راح يكون اللي عليه؟ راح يختار بين طريقين، طريق حق وطريق باطل. قال الله سبحانه وتعالى فألهمها فجورها وتقواها، يعني فهم هذه النفس الطريق الحق وطريق الباطل، يعني سوء الطريق الباطل وحسن الطريق الحق. إذن هذا الطريقين راح ينقسم إلى طريقين. الطريق الأول قد أفلح من زكاها، شنو يعني قد أفلح؟ فاز وظفر. والطريق الثاني طريق الفجور اللي هو قد خاب من دساها، يعني خاب وخسر من اتخذ هذا الطريق. طبعا هو الحفظ إلى حد كلمة خاب من دساها. نرجع من جديد نقول الشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها. نصعد لي وين هسه؟ نصعد للسماء. والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. إذن هذه هي الطريقة اللي راح تخليكم تحفظون السورة بشكل مبسط. تحاولون أنتوا بورقة وقلم تسووها، تقولون شمس قمر، نهار ليل، سماء أرض. منو ساكن على الأرض؟ الإنسان. شبيه الإنسان يتبع طريقين، طريق حق أو طريق باطل. فإذن هذا هو الطريقة البسيطة لحفظ سورة الشمس، وعدم يعني نقول شو احنا نقول من خربط بين سماء وشمس وأرض وإلى آخره كتسلسل. من أريد أحفظها أحفظها بهذه الطريقة، يكون إلي أسهل وأسرع وأضمن. بالنسبة إلى شرح السورة راح أنزل ويا المقطع فد شرح بسيط يفهمكم معنى الكلام. طبعا بهذه السورة وردت قصة النبي صالح عليه السلام وناقة صالح وقوم ثمود. من خلالها راح نتعرف على أحداث اللي صارت ويا النبي صالح عليه السلام وقوم ثمود، وكيف كذبوا وعقروا الناقة. تفاصيل القصة إن شاء الله راح تكون عندكم بمقطع كامل من مقاطع الفيديو. أما الآن فرح ناخذ فتشي بسيط عن تفسير السورة القرآنية، تابعوني. أعزائي التلاميذ، من خلال هذه الصورة راح ناخذ فد فكرة معينة عن سورة الشمس، إنه الله سبحانه وتعالى بمن أقسم بهذه السورة. طبعا لما نقول والشمس والقمر والليل والنهار، إنه هي هذه هي واو القسم. أقسم الله سبحانه وتعالى بالشمس والقمر والليل والنهار، وأقسم بالإنسان. إذن بماذا أقسم الله سبحانه وتعالى في سورة الشمس؟ أقسم بالشمس، وأقسم بالقمر، وأقسم بالليل والنهار، والسماء والأرض، والنفس التي خلقها، فبين لها طريق الحق وطريق الباطل. زين، إذن الله سبحانه وتعالى أقسم في سورة الشمس بهذه الأشياء، وبعدما أقسم بالنفس الإنسانية قال تعالى فألهمها فجورها وتقواها، أي أن الله سبحانه وتعالى عرف للإنسان طريق الخير وطريق الشر. إذن هل يستطيع الإنسان أن يزكي نفسه؟ يعني شلون ممكن أنه أنا أكون إنسان صالح؟ طبعا الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم قد أفلح من زكاها. إذن كيف يزكي الإنسان نفسه؟ الإنسان يزكي نفسه بالعمل الصالح، من خلال الصوم والصلاة والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطاعة الله والأعمال الصالحة. أما الذي لا يطهر نفسه ولا يعمل صالحا فقد أضلها وأهلكها. هذا من هو اللي أضلها وأهلكها؟ قد خاب من دساها، قد خاب من دساها، أي خسر من أضلها واتخذ طريق الباطل. إذن هذا هو المعنى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. راح نجي نكمل وياكم السورة لمن الله سبحانه وتعالى ذكر قوم ثمود. من هم قوم ثمود؟ قوم ثمود هم قوم وصفهم الله سبحانه وتعالى بالطغيان. ليش؟ لأن بعد ما أرسل لهم النبي صالح عليه السلام طلبوا من عنده معجزة،
المعجزة اللي يطلبوها أن يخرج الله سبحانه وتعالى ناقة من الصخرة، زين، في سبيل أنه يصدقوا ويتبعوا. لكن اللي صار أنه هم من بعد ما أخرج الله سبحانه وتعالى لهم، اللي طلبوا من النبي صالح استمروا بكفرهم وضلالهم، ما عدا القليل اللي اتبعوا النبي صالح. ففي يوم من الأيام اتفق أشقياء القوم، وكان أشقى رجل من قبيلة ثمود هو قدار بن سالف، الذي اتفق مع الناس على أن يعقروا الناقة. شنو يعني يعقروا؟ يعني يذبحون الناقة. إذن من بعد ما اتفقوا على ذبح الناقة، طبعا هي كان لهم النبي صالح عليه السلام أنه علمهم أنه لازم يكون يوم من ناحية شرب الماء، يوم لهم ويوم للناقة. فهذا الشيء ظل يعني بيوم اللي يكون للناقة يظل، احنا شلون نقول عليها بالعاميه، يحكي براسهم، يحركهم على في سبيل انه شنو، في سبيل انه يضوجون من هذا الشيء اللي دا يصير. زين، مع العلم انه النبي صالح عليه السلام حذرهم من التعرض للناقه، لا يذبحوها ويجعلوها تشرب الماء ولا يتزاحموا فيه. اذا فكذب قوم صالح ولم يلتفتوا الى قوله وتحذيره اياهم بالعذاب، فقتلوا الناقه، فأطبق الله سبحانه وتعالى عليهم بالعذاب وأهلكهم، لأنهم رضوا جميعا بقتل الناقة وحثوا عليه، وهم من طلب تلك المعجزة فاستحقوا بما ارتكبوه من العصيان والطغيان عذاب الاستئصال، ولم يفلت من العذاب أحد منهم، ولا يخاف أحد، أن الله سبحانه وتعالى لا يخاف من أحد عاقبة إهلاكهم. إذن من هذه الآيات الكريمة نبين من سورة الشمس على قدرة الله سبحانه وتعالى على حجب ضوء الشمس، فتصبح الآفاق سوداء مظلمة، ثم يكشف هذه الظلمة بالنهار، وبسط الأرض بجعلها مسطحة ليتمكن الخلق من الاستقرار عليها. ومن قدرته تعالى أنه خلق النفس الإنسانية فعدلها وسوى أعضاءها فعرفها طريق الفجور وطريق التقوى. إذن هذه هي الآيات الكونية التي تدل على عظمة وقدرة الله سبحانه وتعالى المذكورة في سورة الشمس. وإذا نريد نذكرها على شكل آيات قرآنية نقول: الشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. إذن أعزائي التلاميذ، هذا هو اللي يعني الشرح المبسط للسورة. طبعا المطلوب من عندكم حفظ السورة لحد كلمة دساها، يعني لحد آية رقم 10 حفظ مضبوط، ورجاء ثم رجاء ماما اتبعوا التسجيل الصوتي بالحفظ، لأن أريد تحفظون الحركات المضبوطة، مو مثلا حركة هي ضمة تسووها كسرة، لا، ما تعتمدون بس فقط على قراءة الكتاب. القراءة الكتاب أريد تحفظون إملاء الكلمة والرسم القرآني للكلمة. أما من ناحية الحفظ أترجاكم ماما تسمعون تسجيل صوتي، لأن ما أقدر أني بشكل مباشر أنه أقرأ لكم إياها بشكل متواصل في سبيل تحفظون الكلمة. وإن شاء الله إذا الله خلانا طيبين أسمعها من عندكم على الخاص بصوتكم، وأنبهكم على اللفظ اللي موجود عندكم، مثلا أخاف عندكم خطأ باللفظ. أما المعاني تحفظ كاملة كما متعودين إحنا دائما، لأن المعاني لما تنحفظ كاملة راح تساعدكم تفسير الآيات القرآنية. قصة قوم ثمود هاي من المرشحات الوزارية، المفروض أن تحفظوها. راح أدز لكم مقطع عن قصة قوم ثمود، فشي كلش حلو بسيط من ناحية التصوير ومن ناحية اختيار الصور والآيات اللي مذكورة بالقرآن الكريم على قصة النبي صالح. أتمنى يعجبكم، وأتمنى تشوفوا تستفادون وتأخذون من عنده معلومات عامة. إذن أعزائي التلاميذ، أنهي درسي وياكم لهذا اليوم من سورة الشمس، والواجب راح يكون حفظ السورة زائد المعاني زائد الشرح. وما أنسى أقول لكم أنه تتبعون
الحل الموجود بالملزمة من الأسئلة الوزارية ومن الأسئلة الإضافية، إضافة إلى أنه أسئلة المناقشة اللي موجودة. الكتاب ثم الكتاب ثم الكتاب، رجاء ماما الكتاب لا يهمل، الكتاب يقرأ كامل، بس ترجعون تقرون الملزمة من ناحية كأنما شلون واحد يختبر نفسه، سؤال وجواب إلى آخره. إن شاء الله أكون وفيت وياكم الدرس، وأي سؤال عندكم أي شيء تحبون تتوجهون إلي أنا موجودة وحاضرة إن شاء الله وياكم بجروب الفايبر وتدللون على عيني. أستودعكم في أمان الله سبحانه وتعالى وحفظه، إن شاء الله يا رب تكونون على خير ويبعدكم عن كل شر. مع السلامة. أقسم الله تعالى بالشمس وضوئها والقمر إذا تلاها، ثم أقسم الله تعالى بالقمر عندما يتبع الشمس، أي إذا غربت الشمس ثم تلاها طلوع القمر، والنهار إذا جلاها، ثم يقسم الله تعالى بالنهار عندما تظهر الشمس فتضيء الدنيا، والليل إذا يغشاها، ثم أقسم الله تعالى بالليل إذا غطى الشمس فأخفاها وسترها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ثم أقسم الله تعالى بالسماء وكيف بناها الله بإحكام وبسقف مرفوع، ثم أقسم بالأرض وكيف جعلها مبسوطة كالفراش، ونفس وما سواها، ثم أقسم الله تعالى بأنفسنا التي خلقها فألهمها فجورها وتقواها، فبين لأنفسنا طريق الحق الصحيح وطريق الباطل الخطأ، قد أفلح من زكاها، يفوز الإنسان الذي يطهر نفسه من الأخطاء والمعاصي، وقد خاب من دساها، ويخسر الإنسان الذي يضل نفسه بعمل الأخطاء والمعاصي، كذبت ثمود بطغواها، ثمود هي قبيلة أرسل الله تعالى لهم رسولا اسمه صالح عليه السلام، وكانت معجزتهم أن أخرج الله لهم ناقة من الصخرة كما طلبوا، ولكن أمرهم الله أن يجعلوا الناقة تشرب من ماء البئر يوما وهم يشربون باليوم التالي بالدور، ولكنهم تجاوزوا الحد في العصيان. هل تعلمون ماذا فعلوا؟ لنرى ماذا تقول الآيات. إذ انبعث أشقاها، في يوم من الأيام بعد أن اتفق أشرار ثمود مع بعضهم البعض، قام أسوأ رجل من ثمود يجري نحو الناقة يريد أن يذبحها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فقال لهم صالح عليه السلام احذروا احذروا أن تمسوا الناقة بسوء أو تأخذوا الماء منها في يومها، فإنها آية من آيات الله، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولكن ثمود الأشرار لم يطيعوا الأوامر وقتلوا ناقة الله فاستحقوا غضب الله عليهم بسبب ذنبهم، حيث بدأ عذابهم في اليوم الأول بأن أصبحت وجوههم صفراء جميعا، وفي اليوم الثاني أصبحت وجوههم حمراء، وفي اليوم الثالث أصبحت وجوههم سوداء، وفي اليوم الرابع جاءتهم صيحة من السماء من فوقهم، أي صوت عال جدا ورجفة شديدة من أسفلهم، فماتوا جميعا
وأصبحوا بلا حراك في ثوان معدودة. ولا يخاف عقباها. والله تعالى لا يخاف من عاقبة ما فعل بثمود من عذاب، فهو قدير لا يغالبه أحد، وهو الذي له الملك كله سبحانه. علمتني سورة الشمس أن أبتعد عن فعل المعاصي والأخطاء، وأن أستجيب لأوامر الله تعالى لي، فعندما يأمرني الله تعالى بالصلاة أصلي، وعندما يأمر الفتاة بالحجاب تتحجب، وعندما يأمرني أن أحترم من هم أكبر مني أحترمهم، وكذلك عندما ينهاني عن الغيبة أبتعد عنها، وعندما ينهاني عن الكذب لا أكذب وأقول الصدق دوما، وهكذا في كل حياتي أحاول دوما أن أفعل الأشياء الصحيحة وأبتعد عن فعل الأشياء الخاطئة. لنتفق معا على ذلك يا أصدقائي حتى نكون مسلمين رائعين.